يا الله، في المليون من مردة بنصور لكم شوارع بلدة مردة، ونبدأها بالزيتون حيث تشتهر مردة بالزيتون. ما شاء الله. يا الله يا ميسر. هاي المستعمرة راكبة البلد، مستعمرة إيريل. وهاي المنجرة اللي أعطانا الكمبريسر ويخلف عليه، وهذا هو جامع مردة. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا للغرب، بيؤدي للغرب. ما شاء الله البيوت القديمة، والله كاين لها عز. هاي شو هذا؟ روضة طيور الجنة، هاي روضة أطفال. فمن مردة لا نزال أيها الإخوة في تصوير الشارع الرئيسي وسط البلد. غاز موسخ من الغبرة. هاي دار أبو مراد. هي بتاجر في السيارات ما شاء الله. ما شاء الله رب العالمين. السلام عليكم. ما شاء الله الشجرة مزين الشارع. لسه نايمين لأنه اليوم الجمعة، اللهم صل على سيدنا محمد. فعندهم عطل، ها هم أولاد مردة، هاي هم بيلعبوا في الشوارع. ما شاء الله في هواء بنا مليح. وتطل علينا بلدة جماعين. جماعين وزيتا بلد وحدي. ولوم الشارع الرئيسي المؤدي إلى تل الربيع، إلى المنطقة المحتلة من فلسطين، كانوا كل القرى شبكت مع بعض. والآن أصل إلى مدخل الشارع الرئيسي، وهذه بوابة كانوا عاملينها لما بدهم يحصلوا البلد، بسكروا البوابتين من هون وحدي ومن الغرب وحدي، وكان الله بالسر عليهم، وبقي زي الفيران في المصيدة. اللهم انتقم من الظالمين.
الطريق إلى زيتا. هذا الزلمة مرك، وهذا هو الشارع المخرج إلى جماعين، مدخل جماعين من الناحية الجنوبية الغربية. ما شاء الله، كروم كروم من الزيتون. كروم عنا زيتون، زيتون وبعض أشجار من التين. هذه الطريق اللي تيجي من تل أبيب إلى حاج الزعترة، ومنه إلى القدس أو نابلس. نقترب الآن من حاج الزعترة. البلد كلها مسيج عليها، محصورة أو محاصرة. وهكذا تشتت الناس وتفرقوا بعضهم عن بعض. وتطل علينا بلدة قبلان من هذه المنطقة. نقترب من مفرق ياسوف، بلدة ياسوف، ومنها إلى سلفيت. نابلس على الشمال. هذا هو الحاجز اليوم، ما فيش ولا أحد، مفتوح. يا الله.